السلام عليكم. احنا عندنا تما الثقه كامله في الحاج ريندو ومربوحه ان شاء الله وبيباتي توصلوا الجماهير السوسيه اللي راه حبت بينا وبلا ما نقول لكم اقسم بالله رجال ومرحبا بهم في تطوان اباركو راه كيتسمى انت عارف وبيبا السواسه ديالنا. السلام عليكم. اليوم جينا كاتران مدينه اكادير باش نشجعوا الفريق ديالنا وان شاء الله نتوجوا بهذا اللقب لعمر وديما تطوان. وتحيه للناس تطوان وحي السكنه والتعمير. توقعات 2-0 المغرب تطوان ان شاء الله مربوحه. شوف اخاو 2-0 ان شاء الله كنتمنوا نديو هذا الكاس ان شاء الله يا ربي وان شاء الله يكون خير. وبحال روح الله يعزك الله يحفظكم اخوت. ديو معنا ديو معنا ان شاء الله يحفظكم اخوت. السلام عليكم. تما التوقعات ديالي لهذه المواجهه بين المغرب التطواني والجيش الملكي نظن هي 2-1 صالح المغرب التطواني والخنوس يحشي يقول ديالو ان شاء الله يحتفلوا هنايا في اكادير وسيمانه الاحتفال في وسط تطوان ان شاء الله غنجيبوها. حنا تايقين في الليجون ديالنا اللي عندنا وتايقين في الملاعبيه ان شاء الله ديما تطوان ديما ماتادوريس. اوزي كل مناصب المغرب التطواني ان شاء الله. تلعبوا اول نهائي في التاريخ ديال المغرب التطواني وكنتمنوا هذا النهائي هذا نفرحوا به ان شاء الله حتى عمرنا فرحنا بشي نهائي ديال كاس العرش. وتحيه للجماهير التطوانيه والحريه للجماهير العسكريه واكبر تحيه للجماهير السوسيه اللي رحبت بينا والجماهير العسكريه. تحيه رياضيه لجميع الجماهير المغربيه. شعارات موجودين شعارات. نتمنوا الفوز من فريق المغرب التطواني ولو بنتيجة ضئيلة بهدف من مهم الفوز بواحد او اثنين يوم الفوز ان شاء الله. مع الجيش الملكي ان شاء الله في ملعب اضرار باكادير. اجواء رائعه يا سلام رغم الحراره المفرطه ان شاء الله 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 الفوز لي فريقنا الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى تغلب تطوان شي 2-0 ولا 1-0 المهم ندو الكاس. ما بقاش السيطره على الداخل وداد الرجاء الجيش كلش فيها الشمال عاود. نتمنى والله يكون الشمال عاود يهزوا الكاس عاود. ما بقاش دائما الرجاء الوداد يكون روح رياضيه. احنا جينا راه من الشاون من اقليم شي فشاون. ايوا نطلبوا الله في الخير وصافي هادشي اللي كاين. المباراه تكون صعبه شويه. فريق الجيش الملكي عنده واحد التدريبه في كاس العرش ونطلبوا الله يكون شي نتيجه للمغرب التطواني. مع الجيش انا في المركب اضرار اكادير في الاربعاء دا المباراه. واش ما نقدرش نقول لك 90 دقيقه غادي نحكم 2-1 انا ما نقدرش نقول لك النتيجه. ومرحبا بنا عندكم وحنا جينا نتفرجوا على المقابله هذه ونطلبوا الله تكون في الروح الرياضيه وتكون الشفافيه وما يكونش شي حاجه ديال التحيز. حنا الفرق الفرقه ديالنا فانتي العام وهي في الدوزيام ديفيزيون ولاعبين مع واحد الفرقه كبيره عند الجيش الملكي وعند الفرقه هي اللي عند الاوليه الالقاب ديال كاس العرش المغرب. وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى تكون واحد المقابله في واحد الجو رياضي. توقعوا انتصروا احنا ان شاء الله بهدف 0 ونحافظوا على النتيجه. هذا الهدف ديالنا ان شاء الله. وخا نهزموا ماشي مشكل. المشكل هو تكون المقابله ما يكونش شي تحيز لان الجيش الملكي على حسب الاراء اللي كنسمعوا لان كاينو كيتحيزوا له بزاف. هادشي اللي سمعنا فهمتي. ونطلبوا الله تكون المقابله في جو رياضي وفي النزاهه وهذا الشيء اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله نتمنى الغلبه للفريق التطواني ونتمناو ان شاء الله هي كل شيء البوبليكو كامل يرجع بالصحه والسلامه ديالو ان شاء الله. ونتمناو ما يوقعش الشغب
وان شاء الله بربوحه ان شاء الله تبي غادي نطلب منها ان شاء الله ديما تطوان ديما شحال خايب يخرج الماتش واحد مبارك عليه لا والو واحد مبارك عليه واحد مبارك عليه ان شاء الله لا تنصيرو ان شاء الله غنغلبوا جينا بسلام وكنتمنوا نرجعوا بسلام ان شاء الله يا ربي وغنغلبوا ان شاء الله ديك الجيش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الحقيقة بكل مصداقية.